الآن عزيزي الطالب، نجي إلى الطبقة الثانية من البشرة، ألا وهي طبقة الأدمة. طبقة الأدمة يا شباب، مثل ما عرفنا أنه هذه الطبقة هي الطبقة التي تلي، هي الطبقة التي تلي الطبقة المولدة المالبيجية. الطبقة المولدة المالبيجية هي أحدى طبقات البشرة، ماشي؟ فهاي طبقة الأدمة هي طبقة، يعني تجي وراء الطبقة المولدة المالبيجية اللي هي من طبقات البشرة، زين، وتشكل طبقة متعرجة، هذا وصف إلها، يعني تشكل طبقة متعرجة السطح، تشكل طبقة متعرجة السطح، تدعى، يعني من تشكل طبقة متعرجة السطح راح تدعى بالحليمات، والتي توجد عليها النهايات، نهايات الحسية لللمس، النهايات الحسية لللمس يعني نهايات عصبية، ماشي؟ هذا تعريف الأدمة شباب. أيضا هو يعتبر واحد من التعاريف المهمة، لأنه يعني يستعرض لطبقة، أحد الطبقات الرئيسية. طبقة الأدمة شباب راح نشوف فيها مجموعة من المكونات أو الأجزاء، نقدر نقول أو مكونات. مكوناتها، مكونات الأدمة، هي أنسجة رابطة، وأيضا نسيج دهني، وأوعية دموية، وأيضا أعصاب. أربع مكونات موجودة في طبقة الأدمة. عزيز الطالب، الآن راح نستعرض لكم أيضا صورة توضح تركيب الجلد هذا هو مقطع يوضح تركيب الجلد، مثل ما تشوف عزيز الطالب، هذه طبقة البشرة، هاي طبقة البشرة بها طبقتين متقرنة مولدة مالبيجية، وهذه طبقة الأدمة اللي هي الطبقة الثانية من الجلد، أوكي؟ زين، الآن راح نجي إلى ملحقات الجلد وراح ننسق مع هذا الرسم، زين، إذن ملحقات الجلد. الجلد شباب بمجموعة من الملحقات هي الشعر، الأظافر، والغدد الجلدية، شعر وأظافر وغدد جلدية، زين. إذا شعر وأظافر وغدد جلدية، الغدد الجلدية شباب راح نلقاها بثلاث أنواع، عرقية ودهنية ولبنية، عرقية ودهنية ولبنية، زين. شوف شباب، راح نستعرض سريعا هذه الملحقات على ضوء الرسم. انتبه لي عزيز الطالب هنا. أول شيء عندي الشعر. الشعر هو شنو شباب؟ هو عبارة عن أجزاء متقرنة، أجزاء متقرنة من الجلد، إلها جزء متقرن رفيع يصحول القصبة، هذا أمامك، وجزء قاعدي منغرس في الأدمة يصحوله بصلة الشعرة، هذا بصلة الشعرة، واللي يوجد ضمن انبعاج، هذا الانبعاج يكون للداخل يصحوله حويصلة الشعرة، هذا شنو تعريف الشعرة، زين. إذا شفنا القصبة، هذا الجزء الرفيع، الجزء المنغرس
سميناه بصلة الشعرة بالداخل هذا، والانبعاج بالداخل سميناه حويصلة الشعرة. حويصلة الشعرة شباب نتذكر حويصلة الشعرة بها غدة دهنية يمها، هاي الغدة الدهنية هسه راح نعرفها شنو. زين، عندنا من التعاليل المهمة اللي ممكن نركز عليها، يقول علل قدرة الشعرة على الانتصاب. ليش الشعرة قادرة على الانتصاب؟ لأن ليش دائما تلقاها واقفة يعني بالمصطلح العامي؟ الجواب لوجود ألياف عضلية ملساء لا إرادية تتصل بقاعدة الشعر. يعني أكو ألياف عضلية ملساء لا إرادية، هذه تتصل بقاعدة الشعرة وبالتالي تعطيها صفة الانتصاب. زين، ممكن يجيني أيضا تعلل هذا أيضا مهم شباب، يقول يعاني بعض الأشخاص من وجود قشرة في الشعر. ليش بعض الأشخاص يصير عندهم قشرة بالشعر؟ الجواب وذلك لجفاف السائل الذي تفرزه الغدد الدهنية الموجودة في حويصلة الشعرة. هذه اللي تفرز الغدد الدهنية، هذا السائل الدور اللي تمنع تكسر الشعرة. زين، اذا هذول الاشخاص اللي عندهم قشرة بالشعر، ليش؟ لان السائل اللي تفرز الغدد الدهنية هذا جف، وبالتالي تعطى فرصة انه تحصل عملية التقشر في الشعر. زين، الان شباب راح نروح وياكم الى الاظافر. اذا نجي الان وندرس عن الاظافر. ما هي الاظافر؟ الاظافر اجزاء متقرنه تفرزها الطبقه المولده المالبيجيه، ما ننسى هذا الشيء. لها أهمية كبيرة في المحافظة على نهاية الأصبع من التشقق، تحافظ على نهاية الأصبع من التشقق، وكذلك مسك والتقاط الأشياء، وهذا نشوفها أيضا في كثير من الحيوانات اللبونة اللي لها وظيفة دفاعية أو وظيفة الهجوم. زين، هذا رسم الأظفر شباب، انتبه عليه. هذا الأظفر من الناحية الخارجية، شوف هذه طبقة الكيوتيكل، هذه الصفيحة، وأكو جزء هلالي ناني يصير، أوكي، هاي الطية الطرفية. زين، وعندنا هذا التشريح الداخلي، هذا التشريح الداخلي راح نلاحظ أنه مادة مولدة، وأيضا هذا الكيوتيكل موجود، هاي الصفيحة أيضا موجودة، هذا الغمد، الغمد هذا الموجود في داخل الأظفر، أوكي، هذا تشريح داخلي وهذا مظهر خارجي للأظفر. هذا من الرسومات المطلوبة عندك بالكتاب، يعني أيضا موجودة تقدر تقرأهم. زين، الآن راح أروح شباب للغدد العرقية. هسه احنا شو أخذنا؟ العفو، أخذنا الأظافر، أخذنا الشعر، الآن نروح للغدد الجلدية. عفوا، الغدد الجلدية. غدد الجلدية شباب ايش قلنا عليها؟ قلنا بيها ثلاث أنواع: عرقية ودهنية ولبنية. عرقية دهنية لبنية. زين، هسه راح نجي ناخذ الغدد
العرقية. الغدد العرقية شباب تعريفها مهم، ركز لي عليها. هي شنو؟ هي قناة غدية ملتفة القاعدة تحيط بها مجموعة من الأوعية الدموية الشعرية، تقع قاعدتها في طبقة الأدمة، يعني موجودة بالأدمة هي. زين، لها فتحة خارجية معروفة يصيحوا لها المسامة أو المسامة الجلدية، وهذه لها دور مهم في الإخراج وخفض درجة الحرارة. شبابنا الأعزاء، شوف انتبه عليها. خلنا نفترض عندنا هذه طبقة الجلد، هاي البشرة وهذه الأدمة. في داخل الأدمة كقناة ملتفة القاعدة، قناة غدية ملتفة القاعدة تحيط بها مجموعة من الأوعية الدموية الشعرية، أوعية دموية شعرية تحيط بها. زين، هذه شباب لها فتحة خارجية، فتحة تفتح بالخارج بالجلد يصحولها المسامة الجلدية، وهاي عن طريقها يتم الإخراج وبالتالي خفض درجة الحرارة. زين، ممكن يجيني موقع وظيفة الغدد العرقية، يعني الموقع مالتها شفنا بالأدمة، ماشي، تقع بالأدمة، وظيفتها عندها المسامة الجلدية اللي تساهم بالإخراج وخفض درجة الحرارة. زين، لازلنا بالغدد العرقية، نجي للعرق، المادة اللي تفرزها هذه الغدد. العرق هنا شباب مكوناته شنو؟ 99% ماء، 1% راح يكون أملاح. هاي الأملاح مختلفة، أملاح مع يوريا، أكيد أملاح مذابة مع يوريا. زين، هذا إذن شباب بالنسبة للغدد العرقية. الآن نجي إلى العرق نفسه أو ظاهرة التعرق. عندنا تعليل مهم يقول ليش الجسم يلجأ إلى التعرق؟ الجواب، يعتبر وسيلة دفاعية يلجأ إليها الجسم لكي تنخفض درجة حرارته. عندنا أسباب حدوث التعرق بصورة عامة في الجسم، هاي أسباب مهمة شباب، جت بالوزارة دير بالك. نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ولتبريد الجسم. 2، نتيجة قيام بمجهود بدني، ركض، مشي طويل، عمل، أو نتيجة ارتباك، قلق، خوف، وممكن أيضا يجيني لأسباب مرضية كفقر الدم. إذن هذه أسباب حدوث التعرق في الجسم. شفتوا هنا ارتفاع درجة الحرارة حتى يبرد نفسه الجسم، نتيجة قيام بمجهود بدني، ركض، مشي طويل، عمل، وارتباك وقلق وخوف، وأيضا ممكن يجيني أسباب مرضية كفقر الدم. زين، الجسم هنا قد يحتاج من سعر حرارية حتى يبخر 1 غرام من الماء، يحتاج 540 سعر حرارية، ممكن تجينا على شكل فراغات. زين،